نعيد مرة أخرى صوت التسجيل. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة الحج، المحاضرة الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس: من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبق نظير هذه الآية في صدر هذه السورة، وكان الحديث فيها عن العوام الجهلة المقلدين، كان هذا في قول الله سبحانه في صدر هذه السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. في هذه الآية هذه المرة يتحدث عن رؤوس الكفر، عن أئمة الضلالة، عن رؤوس الباطل والبدع والمحدثات: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بلا نقل صريح ولا عقل صحيح، أي عقل أو نقل عند من ينسبون الولد إلى الله، أي عقل أو نقل عند من جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي عقل أو نقل عند من يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا عقل ولا نقل، محض الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله جل جلاله يعني يكذب هؤلاء وينكر عليهم ويقرعهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المجادلة في الله يعني المجادلة في ذات الله، في صفات الله، في أحكام الله وشرائعه. والمريد الذي بلغ أقصى الغاية في الفساد والتمرد، فالذين يشككون في قدرة الله على البعث جهلا منهم بحقيقة هذه القدرة واتباعا لأئمة الضلالة فيهم من كل شيطان متمرد. وقيل أن الآية نزلت في النضر بن الحارث وجماعته الذين كانوا يقولون إن القرآن أساطير الأولين وإن الملائكة بنات الله وينكرون البعث، إلى آخر ضلالاتهم وسفاهاتهم التي لا حد لها. ثاني عطف، العطف الرقبة. ثاني عطف يعني الشخص المتكبر يميل برأسه هكذا، نوع من الكبر والاستخفاف بمحدثه والإعراض عن قوله. العرب يعرفون هذا التعبير، حتى قال صريع الغواني الشاعر المعروف: يا مائل الرأس إن الليث مفترس ميل الجماجم والأعناق فاعتديني، حذاري من أسد ضرغامة بطل لا يولغ السيف إلا مهجة البطل. يا مائل الرأس إن الليث مفترس ميل الجماجم والأعناق فاعتدني، يحذره يقول له استقم وإلا سيفترسك الليث، هي العنقاء تكبر أن تصاد فعاند من تطيق له عنادا. فيعني
إن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن وصف من كان مستكبرا فإن من شأنه أن يعرض وأن يلوي عنقه، وهذا وصف المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه، لوى عنقه عنه، لم يسمع ما يقال له استكبارا. إن هذا كقول الله سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، وقول الله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ليضل عن سبيل الله، يعني قالوا اللام هنا لام العاقبة، يعني أيلولة أمره أن يضل عن سبيل الله، قد لا يقصد ذلك، كقول الله سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بالقطع فرعون لما التقطه لم يكن يقصد ولا يريد أن يكون له عدوا ولا حزنا، لكن أيلولة أمره، عاقبة أمره أن كان لهم عدوا وحزنا، سمى في اللغة لام العاقبة. ثم قالوا: ويحتمل أيضا أن تكون لام التعليل، يعني هؤلاء المعاندون يفعلون هذا لكي يصدوا عن سبيل الله ولكي يضل الناس عن سبيل الله عز وجل، أو أن الفاعل لهذا جبله الله على هذا الخلق الدنيء الرذيل ليجعله ممن يضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي، ذل، إهانة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يقول الحسن: لقد بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة. صرف النظر عن العدد، إنما هذه بشاعة الحريق يوم القيامة، وحسبك أن تتدبر قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. منطقة الإحساس في الجلد، إذا احترق الجلد ومات ربما يكون هذا في شيء من الروح للمعذب، فالله جل وعلا يعيد الجلد كما كان ليعيد شعوره بالعذاب كما كان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ذلك بما قدمت يداك، يقال له هذا تقريعا وتوبيخا: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ثم قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، طرف شك، يعني من أهل التفسير من قال يعبد الله ليس مستيقنا، إن نظنه إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أو على حرف أي على طرف، إذا وجد خيرا استقر، إن وجد سوى هذا شرد وهرب. البخاري بيحكي يعني عن ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة إن ولدت امرأته غلاما
نعم ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم ترد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أيضا رواية عن ابن عباس، كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم إن وجدوا عام غيث وعام خصم وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح تمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ويعني كانوا يأتون إلى المدينة كما قلنا إن صحت بها أجسادهم ونتجت خيولهم وولدت نساؤهم غلمانا ذكورا اطمأنوا بهذا ورضوا وقالوا ما شاء الله، ما أصبنا من كنا على ديننا هذا إلا خيرا، وإن أصابه بلاء استوخم جو المدينة أو ولدت امرأته جارية، والعرب كانوا يكرهون الإناث، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ويقولون بشر أحدهم بأنثى فقال والله ما هي بنعم الولد لي، قال نصرها بكاء وبرها سرقة. إن أرادت أن تنصر أباها في موقف ليس عندها إلا الصراخ، نصرها بكاء وبرها سرقة، إن أرادت أن تبر أباها سرقت له من بيت زوجها، أو أرادت أن تبر زوجها سرقت له من بيت أبيها، نصرها بكاء وبرها سرقة. هذه الثقافة الجاهلية التي حاربها الإسلام واستأصل شأفتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تقرأ آية سورة الشورى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، فبدأ بالإناث قبل الذكور وجعلهن هبة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين عجيب، هؤلاء البلة، المرأة نصف المجتمع وتلد نصفه الآخر، لو بس تدبرتها هي نصف المجتمع وتلد نصفه الآخر فهي مجتمع بأسره. انقلب على وجهه، ارتد كافرا، خسر الدنيا والآخرة، فلا هو أدرك من الدنيا شيئا وليس له في الآخرة من نصيب، لأنه كفر بالله العظيم. حقا ذلك هو الخسران المبين، الخسارة العظيمة، الصفقة الخاسرة. العجيب أحبابي أن العرب في جاهليتهم كانوا يفلسفون وأد البنات، يعني ينظمون في ذلك شعرا ويقولون في ذلك حكمة ليقنع من يستمع بأنه صاحب منطق وصاحب فلسفة وصاحب رؤية. كان يقول شاعرهم إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. طب ليه تخشى تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حندس الظلم
وزادني رغبة في العيش، معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ما لا يضره وما لا ينفعه الأصنام، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ضره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها. لكن سؤال، أي نفع في الأصنام حتى يقال لمن ضره؟ هو ما فيش نفع أصلا. لمن ضره أقرب من نفعه، لا نفع في عبادة الصنم أصلا. فقال إن هذا خرج أو جرى على عادة العرب في تعبيراتهم، يقولون لما لا يكون أصلا بعيد، ذلك رجع بعيد. هؤلاء منكروا البعث، ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فكلمة ذلك رجع بعيد أي لا رجع أصلا. فلما كان نفع الصنم بعيدا، المعنى أنه لا نفع فيه أصلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لبئس المولى، بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى وليا وناصرا أو عشيرا مخالطا ومعاشرا. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء قف بذكر أحوال الأبرار السعداء، والقرآن كتاب متشابه مثاني. إذا ذكر حال الأشقياء ثنى بعدها بذكر حال السعداء، وهو يصف أهل النار بأبشع أوصافهم، ويصف أهل الجنة بأحسن أوصافهم. إذ يظل العبد متقلبا بين الخوف والرجاء، إذا رأى صفات الأبرار وقاس حاله بحالهم، لا يزال البون بعيدا، لا تزال المسافة كبيرة، فيظل هؤلاء قمما سامقة أمام عينيه تتطلع إليها وتشرئب إليها عنقه. وإذا نظر في كتاب الله إلى صفات وأحوال الأشقياء يقول الحمد لله لم نبلغ هذا المبلغ من السوء، لا يزال بيننا وبين أحوالهم جنة. فيظل العبد بين الخوف والرجاء. والقاعدة أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك، وإلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم، ذكر الله سبحانه بعد أن ذكر في الآيات السابقة أحوال الأشقياء والضلال، ذكر أحوال المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات وتركوا المنكرات، فأورثهم سكن الدرجات العاليات
في روضات الجنات، لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، لكن هذا وفق حكمة بالغة وعدل مطلق. فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن للهدى وللإضلال قانون يتوافق مع عدله ورحمته وحكمته. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين قبلوا هداية البيان رزقهم الله الإنابة وهداية التوفيق، والذين ردوا هداية البيان وأعرضوا عنها واستكبروا استكبارا حرموا من هداية التوفيق. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. الشنق، عارفين عقوبة الشنق؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هؤلاء الحاقدون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تظنون أن الله لن ينصره فمدوا بحبل إلى السماء، أي سماء بيتك، ثم ليقطع ليختنق به. يعني فإن الله ناصره لا محالة. في تفسير آخر فليمدد بسبب إلى السماء ليتوصل إلى بلوغ السماء إن استطاع، فإن النصر يأتي من السماء، ثم ليقطع ذلك النصر عنه إن قدر. والقول الأول قال به ابن عباس وهو أظهر في الدلالة على المراد وأبلغ في التهكم، كأن المعنى من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه ولا كتابه ولا دينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظة، فإن الله ناصره لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الترتيب وأخذ الحبل وكذا، هل يشفي ذلك ما يجده في صدره من الغيظ؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات لفظا ومعنى تحمل حجة الله جل وعلا على عباده. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وأن الله يهدي من يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. له في كل هذا الحكمة التامة والحجة القاطعة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية
وقد تكرر في كتاب الله عز وجل مما ظلمت من بعض المنتسبين إلى العلم، ومما استخدمت في التشويش على الناس وفي تزييف وعيهم وتزييف عقولهم. يسوق بعض الناس أن الملل المختلفة الآن لا تزال طرقا سائغة للتدين، وأنها تصل بالناس إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل. اليهود والنصارى والصابين والمجوس سكت. في آية أخرى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن بيتكلم عن مسيرة التدين عبر التاريخ. النصرانية قبل أن تنسخ بالإسلام، الإنجيل قبل أن ينسخ بالقرآن، اليهودية قبل أن تنسخ بالإسلام، التوراة قبل أن ينسخ بالقرآن. منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الناس دينا إلا الإسلام. لقد نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، ولقد نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع. لا نقول نسخ دينه، لأن الدين التوحيد واحد. إن الدين عند الله الإسلام، عبادة الله وحده، مشترك بين أنبياء الله جميعا. المختلف الشرائع. وهؤلاء لم يبقوا حادا مع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومع كفرهم بالقرآن، لم يبقوا على التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن أول كلمة أنطق الله بها المسيح في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأنا أعجب ممن يشككون في هذا يعني المعنى، وهم يقرؤون في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن كل صليب يرفع إنما هو إعلان عن تكذيب الله عز وجل، إعلان عن تكذيب القرآن الكريم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن قبل أن تمسخ هذه الملل، وقبل أن تحرف في زمان أنبيائها، قبل أن تأتي شريعة لاحقة، لا شك كانت شرائع صحيحة، وكانت دينا صحيحا، وسورة البروج تنزلت في شهداء النصارى الذين فتنهم الطغاة على النار وأحرقوهم بها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحواريون أصحاب المسيح كالصحابة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ضع الأمور في نصابها ولا تكذب على الله عز وجل. التعايش بين أبناء الوطن الواحد لا يقتضي الغش الديني ولا الغش الثقافي ولا الغش الحضاري. لا تصل إلى الأشياء الصحيحة بطريق باطل. نحن متفقون على أن أبناء الوطن الواحد ينبغي أن يكون بينهم من حسن الجوار ومن حسن التعايش ما يمكن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أن يبلغوا رسالة ربهم، وأن يستمع الناس إليهم في غير فتنة ولا ضغط ولا قهر. متفقون على هذا كله. وأنا أذكر كلمة، سؤال طرح في النصف الأول من القرن الماضي: هل يمكن للإسلام والنصرانية كما اتفق على صيغة حياتية مشتركة أن يتفق على صيغة دينية مشتركة؟
نعمل كوكتيل كده من الشريعتين من الملتين، ويتدين بها الناس، ونتجاوز بها موروث الكراهية والاحتقانات والاختلافات والمنازعات. الذي أجاب عن هذا أحد عقلاء النصارى، قال: لا سبيل إلى ذلك إلا أن تتنازل إحدى الديانتين عن ثوابتها للأخرى، فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وصلبه وقيامته فيصبح الجميع مسيحيين، وإما إيمان ببشرية المسيح وعبوديته لله ونبوته ورسالته فيصبح الجميع مسلمين، ولا توجد منطقة وسطى. فخلي الملف ده مغلق، خلينا نتكلم في الزيت والسكر، نتكلم على ايه؟ على وسائل العيش المشترك، وهذا كافي لإيجاد قدر من التعايش المطلوب والمنشود والصحيح والنافع. لأني بعد صلح الحديبية تضاعف عدد الذين دخلوا في الإسلام أكثر ممن دخلوا في الإسلام منذ بداية الدعوة حتى تاريخ الصلح، لأن أجواء السلم وأن يتقلب الناس في أسفارهم آمنين، وأن يكلم بعضهم بعضا في غير فتنة ولا رهق ولا عنة ولا ضغط، هذه أجواء جدا مواتية للدعوة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لكن الله جل وعلا أخبرنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله جل وعلا يحكم بين هذه الملل بالعدل، يدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. تأمل قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فالله جل وعلا يسجد له من في السماوات، يعني من الملائكة في أقطار السماوات، والأحياء في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح حمده. الله جل وعلا ذكر الشمس والقمر والنجوم، لماذا نص عليها خصيصا؟ لأنها قد عبدت من دون الله. قال: والشمس والقمر والنجوم، لأن هذه عبدت من دون الله عز وجل، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخاة له جل جلاله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت حيث تطلع الشمس من مغربها. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه المعبودات التي عبدت من دون الله هي نفسها عابدة لله عز وجل. في زمن البعثة كان بعض مشركي مكة يعبدون الجن، ودي قصة معروفة،
إذا نزل أحدهم واديا يخاف سفهاءه من الجن كان يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. القضية المضحكة هي أن هؤلاء الجن المعبودون من دون الله أسلموا لله وأخلصوا لله وجوههم، ولا يزال المفتونون المخدوعون يدعونهم من دون الله. إخواننا الموضوع خلص، الآلهة المزعومة سجدت لله عز وجل وأذعنت له. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الشمس والقمر خلقان من خلق الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الله جل وعلا إذا تجلى شيء من خلقه خشع له. وأبو العالي يقول ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر لا يقع لله ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. طب الجبال والشجر؟ قال سجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ. التفيأ معناه الرجوع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله، أي إذا عاد بعد إزالة ضوء الشمس له فتفيأ الظلال تنقلها من جهة إلى أخرى بعد شروق الشمس وبعد زوالها. الظلال صورة الجسم المنعكس إليه نور، داخرون صاغرون. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يحكي يقول جاءه رجل قال يا رسول الله إني رأيت الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قولي الشجرة. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إن من الناس من يسجد لله سبحانه وتعالى عبودية اختيارية، وإن كثيرا منهم حق عليه العذاب، امتنع وأبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. شؤم المعاصي، المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. حسن البصري يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على ربه لم يكرمه أحد. ومن يهن الله فما له من مكرم وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو لخوفهم من شرهم فهم في قلوبهم أحقر ما يكونون وأهون ما يكونون. يقول سألوا يعني هتلر من أحقر الناس عندك؟ فقال الذين أعانوني على احتلال أوطانهم. ولما ساعدوا كان يغضب الحضن لكن هم في داخله يحتقره الذين أعانوني على احتلال أوطانهم. من شؤم المعاصي أن الله يرفع مهابة العصاة من قلوب الخلق كما هان عليهم أمر الله واستخفوا به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات ربه ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته.
الحسن البصري له كلمة يعني أختم بها، كان يقول: إنهم وإن هملجت بهم البرازين، برازين الخيول التركية، هملجت مشت مشية يعني خيلاء وتبختر، وإن هملجت بهم البرازين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في قلوبهم أو في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم لقد أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهنا سجدة نتذكر، إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين القانتين القائمين بأمرك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.